القاسم المشترك هو يقول لك استحسان مناخ الأعمال، مناخ الأعمال اللي تحسن واللي يمكنهم من تصدير. لأنه علاش اليوم في التصريح نتاعي قلت باللي إلا كان ولاية سطيف من قبل كانت معروفة أنها تصدر إلا بعض في بعض المجالات، اليوم أصبحت ولاية سطيف تصدر في منتوجات اللي ما كانتش معروفة عليها في السابق. اليوم السيراميك راه متعاملين اقتصاديين من سطيف راهم يصدروا لإسبانيا، يصدروا لإيطاليا، وهذا العمل نتاع التصدير. لو كان نقارنوا السنة الماضية بالسنة هذه في نفس المرحلة، يعني من جانفي إلى أفريل، حجم الصادرات نتاع المتعاملين نتاع ولاية سطيف عرف قفزة نوعية لواحد 25% لحد الساعة. رانا عندنا نعطيك حجم الصادرات راه هي فوق 65 مليون دولار. هذه في الربع أشهر الأخرى برك، هذه فقط أكثر من 65 مليون دولار. والمتعاملين الاقتصاديين تاع سطيف اللي صدروا عددهم 32 منتج متعامل اقتصادي من سطيف اللي صدروا. أما المنتوجات فعدد معتبر 182 منتوج تم تسويقه للخارج. يعني في هذه العملية تاع التصدير 182 منتوج من مختلف المجالات، من سيراميك إلى مواد البناء إلى مواد كهرو إلى أدوات كهرومنزلية إلى غير ذلك، تم تصديرها إلى الخارج إلى أكثر من 15 بلد، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، بلدان آسيوية، بلدان أمريكية، بلا ما نتحدث على البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية. إذن الشيء اللي يبعث الإطمئنان هو أنه مرة أخرى نقولها وبلا بكل فخر أنه فعلا الولاية نتاعنا ولاية سطيف هي ولاية محورية في مش غير في مجال الإنتاج، في مجال الإنجاز وفي مجال التصدير. والأرقام اللي ذكرتها الآن ما هي إلا دليل على ذلك، والدليل أحسن دليل هو أنه مناخ الأعمال راه في تحسن. النقطة الثانية اللي لازم نقولوها، لأن المستثمرين والمتعاملين الشاغل تاعهم هو التوسعة، وجلهم يطلبوا منح العقار الصناعي لتمكينهم من التوسعة. وأنا يعني أعطيت لهم عندهم تأمينات، وين قلنا لهم باللي القانون الجديد تاع الاستثمار والمراسيم التنفيذية اللي خرجت اللي تصدرت منذ شهر جويلية الماضي تبقى فقط هذا الأمر المتعلق بمنح العقار الصناعي اللي هو لحد الساعة مازال ما صدرش، وفور صدوره سوف تدرس الملفات في الإطار القانوني الجديد اللي راح يصدر. وفي هذاك الحال راح يكون هذا المؤسسات وهذا المتعاملين اللي راهم يطلبوا التوسعة راح يكون تلبية رغباتهم حسب الأوعية العقارية المتاحة. وفي هذا السياق العمل اللي بشرناه منذ أشهر فيما يتعلق بالتطهير العقار الصناعي، الملفات اللي هي كانت على مستوى العدالة 105 ملف جلها تم أخذ من طرف العدالة الأحكام بشأنها، وجلها لصالح الدولة، وتم استرجاع حوالي وما يفوق 45 هكتار تم استرجاعها سوف تضاف إلى الأوعية العقارية المتاحة لتمكيننا فور صدور هذه القوانين تمكيننا من منحها للمتعاملين الاقتصاديين. الميغازون تاع ولاد صبر انتم تعرفوا باللي المشروع عرف التجميد، ورانا حاليا بالتنسيق مع الحكومة، والملف أرسل إلى الجهات المعنية بإلحاح لطلب رفع التجميد عن هذا المنطقة الصناعية ولاد صبر، لأنها هي كما قلته سابقا هو المتنفس اللي بقى لنا هنا في سطيف، لأنه حوالي حاليا المساحات المتاحة على مستوى الولاية حوالي 91-92 هكتار، وبالنظر إلى استقطاب الولاية نتاعنا وإلى حجم الاستثمارات المتوقعة في القريب العاجل، نحن كسلطات نرى أنه مشروع تهيئة لا ميغازون تاع ولاد صابر من الضروريات القصوى.